العقول بتفضل طول الوقت باقية. خلي بالك انه العلماء بيقدروا يحققوا الخلود، مش الخلود اللي هو هيخترعوا الدواء اللي يخلي حضرتك تفضل عايش طول الوقت. هم بيقدروا يوصلوا هم للخلود، بيوصلوا للخلود بأبحاثهم، بعلمهم، باسمهم اللي بيظل دائما باقي في الأذهان وفي العقول وفي داخل النفوس، بيلقى دائما دائما أو تلقى دائما أسماء العلماء كل التقدير. هتلاقي الصفحة الرسمية لجائزة نوبل بتكرم عالم العالم المصري الكبير، عالمنا إحنا المصري، في ذكرى وفاته السادسة بإعادة نشر إسهاماته في تطوير طرق جديدة لدراسة التفاعلات الكيميائية، دكتور أحمد زويل الله يرحمه. طبعا غني عن الذكر ولا داعي لذكر ذلك أنه دكتور زويل واحد من أهم وأبرز العلماء على مستوى العالم. اكتشافاته المتعلقة بالفيمتو ثانية عملت ثورة في مجال الأبحاث العلمية والجراحة، حاجات كتير جدا أكثر مما يمكن أن نحصيها في هذه الفقرة. بس خلينا نرحب على التليفون بزميلنا وصديقي شريف فؤاد، المستشار الإعلامي للعالم الراحل الدكتور أحمد زويل، وأيضا لمدينة زويل. ازيك يا شريف؟ مساء الخيرات يوسف، تحياتي السعادة. توحشني جدا وسعيد بسمع صوتك ولفرة البرنامج ولتلفزيوننا المحترم، يعني الحمد لله طبعا كله تمام. تلفزيوننا المشترك دي من اجمل الجمل اللي انا سمعتها بصراحه، حلوه جدا جدا شريف. يمكن انت راجل نقدر نقول ايه، رافقت الدكتور زويل لفتره جيده لا باس بها ابدا، وعرفت الدكتور زويل عن قرب. يعني احنا كلنا نقرا عن الدكتور زويل، نشوف لقاءات للدكتور زويل، حوارات للدكتور زويل، نفتخر ونتشرف بدكتور زويل. بس شريف فؤاد يعرف دكتور زويل، الجانب الإنساني في حياة دكتور زويل كان إيه؟ مين هو دكتور زويل يا شريف؟ الحقيقة الحديث عن الدكتور أحمد زويل هو حديث ذو شجون فعلا. تعرف إحنا جيل كان حلمنا لما ساعدنا بنوبل للدكتور زويل إن إحنا نشوفه ونتعرف بيه ونقعد معه. وأنا قدر لي الحقيقة أنه ألتقي مع مجموعة من الزملاء في 2005، فصارت بينا صداقة منذ ذلك التاريخ إلى أن شرفت الحقيقة بعرضه للعمل معه كمستشار إعلامي سنة 2012، خصوصا هو كان بيستعد لإطلاق مشروع مدينة زويل، وكان الرجل لديه حلم فعلا، هو كان حقق كل حلمه الخاصة يوسف. هو بقي لديه حلم عام، كل اهتماماته أنه يرى مصر من الدول المتقدمة، وكان دايما يدعي ربنا ويقول يعني أدعو ألا يعني يتوفاني الله قبل أن أرى مصر من الدول المتقدمة علميا. وكان عنده إيمان غريب بالمصريين وبسواعدهم وبإرادتهم، كان دايما يقول أنه مصر تستطيع. دكتور زويل كان شايف أنه البحث العلمي وأنه كل الأمم على وجه الأرض ما نهضتش إلا من خلال البحث العلمي. هو كان لديه ما يعرف باقتصاد المعرفة، هو عايز يسهم في الاقتصاد والناتج القومي لمصر من خلال اقتصاد المعرفة. فكان عايز في منظومة البحث العلمي يكون عنده مشروع له استقلالية يسهم به مع هذه المنظومة اللي موجودة في مصر في تحقيق هذه النهضة العلمية اللي كان بيحلم بها في مصر. هذه النهضة ودون مبالغة يوسف وليست مغالاة مني على الإطلاق، عايز أقول لحضرتك أنه في توقيت مرض الدكتور زويل وبعض الفترات السيولة اللي مرت بيها البلاد في 13 و14، كان دائم التواصل معه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقت أن كان وزيرا للدفاع. والحقيقة أنه بعد ما تولى رئاسة الجمهورية وشكل لجنة الخبراء والعلماء برئاسة الدكتور أحمد زويل، فضل أنه يلتقي الدكتور زويل قبلها. أنا أذكر جدا هذا اليوم 4 سبتمبر 2014، وكانت أول مرة دكتور زويل يزور مصر بعد سنة ونص من المرض اللي هاجمه بفعل الضغط العصبي اللي تعرض ليه داخل البلاد أثناء الاستعداد لمشروع. منذ ذلك الحين وكان في توجيه واضح من الدولة المصرية بالاحتضان واحتواء والانتهاء من مشروع الدكتور أحمد زويل المتمثل في مدينة علمية مشكلة من مجموعة من المكونات، ربما يتاح وقت نبقى نتكلم عنها أكيد يوسف لأنها حاجة يشار لها بالبنان طبعا. حتى بعد رحيل الدكتور زويل الحقيقة واجهتنا في المدينة بعض المشاكل المادية. السيد الرئيس وجه بأنه الدولة المصرية مشكورة تسجل 3 مليار جنيه قيمة الإنشاءات اللي تمت على الأرض، ووجه الحقيقه السيد الوزير خالد ابو غفار بصفته رئيس مجلس امناء مدينه زويل كمان باستكمال الانشاءات وان الهيئه الهندسيه تنتهي من كل هذه الانشاءات. كان من حسن الطالع السنه دي في ذكرى وفاه الدكتور زويل واحنا بنتكلم عنه وعن حلمه العام
انه اولا يتم اعتماد دولي لمدينه زويل اللي هم التكنولوجيا كاول جامعه حكوميه واهليه معتمده دوليا في مصر من هيئه الاعتماد الامريكي ايبت. رقم اثنين تم اطلاق كليه علوم الحوسبه والذكاء الاصطناعي، بالاضافه الى تصدر مدينه زويل النشر الدولي محليا كل الجامعات المصريه، وايضا احتلت المركز الاول محليا في تقييم التايمز البريطانيه من ناحيه جوده التعليم. بتتكلم عن 6 دفعات فقط تخرجوا يوسف من هذه الجامعه. معدل التوظيف بالنسبه للطلاب الخريجين 90% في اول 3 شهور، وده بيفوق المعدل العالمي اللي هو بيبلغ 60% في اول 6 شهور. فده على طول بيعكس لك فلسفه الدكتور زويل وازاي كان بيفكر وازاي كان بيحلم وازاي تحمل كل هذا التعب الحقيقه واصر على استكمال هذا المشروع. وخليني اقول لك، يمكن احنا كنا مع بعض في 2015 صحيح. انا وانت بعدها في 2016 توفى الدكتور زويل، فدعاني بعد ما كنت انا في صحبتك لزيارته في جامعه كالتاك، ودي كان اول مره يعملها ويعزم حد من مصر. فالحقيقه كنت كان بصحبتي زميلنا وصديقنا المشترك خير رمضان طبعا، وكانت جامعه كالتاك حشدت لي 5 من الحائزين على نوبل من على مستوى العالم، اسماء كبيره جدا، منهم مايك بينس الاقتصادي الشهير وروجر كومبيرج، ده احد اهم الكيميائيين ايضا في العالم. بمناسبه مرور 40 سنه على انضمامه الى كالتاك و70 عام تاريخ ميلاده 70 يعني. انا كان من حسن حظي اني جلست جنب سعاده السفيره لمياء مفيمر قنصل مصر العام في لوس انجلوس. فلما قام الدكتور زويل يلقي محاضرته، لك ان تتخيل ان هو بدا يتكلم عن انه مصر هي التي علمت العالم، وبدا يعرض لي مساهمات الفراعنه وصولا لابن الهيثم. تشعر بالفخر وصوره الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلم مصر بيخرج في المحاضره قبل حتى العلم الامريكي وقبل صوره الرئيس الامريكي وقتها باراك اوباما. لدرجه انه سعاده السفيره حتى وقتها كانت سعيده جدا وقالت لي شوف احنا لو بندفع مليارات علشان نسوق للصوره الذهنيه لمصر الجديده بهذه الطريقه مش هنقدر نعمل دكتور احمد زويل ده. فكنا قاعدين فخورين جدا كمصريين، والرجل كان يشعر بدنو اجله الحقيقه يوسف، لانه في هذه الزياره طلب انه يشتري مقبره في 6 اكتوبر قريبا من مدينه زويل. والحقيقه انه لم يعد مره اخرى الى مصر الا وهو جثه هامده. الله يرحمه. وانا اذكر انه الحقيقه كان في هذا التوقيت لما تلقيت هذا الخبر الاليم كنت مطالب اني اعلنه. فكان اول نعي واتصال حتى وصل لاسره الدكتور زويل وليا شخصيا كان ايضا من ديوان السيد الرئيس طبعا بينعي وبيؤكد انه في جنازه عسكريه للدكتور احمد زويل. هذا الرجل لو تشعر الحقيقه بعظمه انتمائه لهذا البلد وتراب الوطن وتحمله ما لا يتحمله، يعني لدينا الكثير من الاسرار الحقيقه يوسف، ربما انا كتبت كتاب في هذا الاطار يتعلق بالحرب الشرسه التي كانت تستهدف اقصاؤه او ابعاده عن انشاء هذه المدينه لاسباب عده، الا انه تمسك بهذا الحلم. كان معاه مجموعه من الاصدقاء ومن علماء مصر اللي بنفتخر بيهم زي الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد غنيم والدكتور احمد عكاشه والدكتور مصطفى السيد وحتى الدكتور محمد العريان. الحقيقه كان لديه اصرار شديد على تنفيذ هذا الحلم وانشاء هذه المدينه العلميه لتتكامل مع منظومه البحث العلمي في مصر، لانه كان يدرك انه لا يمكن يتحقق تقدم من دون التعليم والبحث العلمي. هو كان يؤمن انه فكره تحقيق فقط تقدم في عقار معين تنفذه المدينه ممكن ينقل البلد نقله كبيره جدا طبعا فيما يعرف باقتصاد المعرفه. وده طبعا حصل حقيقه وقت ازمه كورونا، انت متابع طبعا يوسف فكره الفنتليتور اللي الطلبه والمهندسين في المدينه قدروا يصنعوه وقدموه بالتعاون مع الانتاج الحربي للمستشفيات. الابحاث العلميه العظيمه والافهامات اللي قام بيها وادي العلوم والتكنولوجيا وايضا المراكز البحثيه في المدينه صحيح، مع الوزارات المختلفه في مصر وتطوير الكثير الحقيقه سواء في مجال السمات في الطاقه في الصحه في البيئه. انا على ثقه ان الدكتور احمد زويل هو اسعد الناس الان، وهو يراقب الحقيقه من مقبرته تقدم ابنائه في مدينه زويل وتحقيقهم لكل هذه النجاحات العلميه، وكمان مصر الكبيره والمستقره اللي كان دايما فخور بانه بينتمي ليها وكان يكن لها كل تقدير وحب واحترام. الله يرحمه يا شريف. والله انا سعيد جدا سمعت صوتك، سمعنا صوتك من زمان، ونشوفك قريب بقى ضروري جدا قوي خالص، لانه زي ما قلت كده الحديث له شجون، فيستمر الحديث حول جانب كبير جدا لم يكن دائما معلن عن الدكتور احمد زويل.